العلوم كلمة تدل على المعرفة الإنسانية المتشكلة عن طريق الملاحظة ورصد الظواهر الطبيعية والإنسانية ووضع الفرضيات وإجراء التجارب، إضافة للمحاكمة المنطقية بغرض شرح الحوادث والتنبؤ بحوادث مستقبلية. غالبا ما تحاول النظريات العلمية صياغة هذه الظواهر الطبيعية بشكل رياضي كمي أو بشكل قوانين رياضية. تلعب دوما إجراءات مثل الرصد، التجريب، المحاكمة النقدية أسس وأركان تطوير المعرفة العلمية. ولو يعتبر تخصص أو توجه ما بأنه علمي ما لم يطبق في ما يدعى بالمنهج العلمي، وحسب معتنق فلسفة التكذيب فإن هذا يتضمن تشكيل فرضية قابلة للفحص يتبعها محاولات مستمرة لتفحص هذه الفرضية عن طريق المحاكمة النقدية، الملاحظة والتجريب. الفرضية التي تفحص بشدة بل تفحص بشدة تحت العديد من الظروف والشروط وتبقى منطقية وقابلة للتطبيق تكتسب بشكل متزايد موثوقية أكثر فأكثر كتبرير قريب من الحقيقة والواقع، أي أنها أفضل مقاربة لوصف الواقع الفيزيائي وتأخذ بالتالي صفة النظرية، ولكن يبقى هناك احتمال لوجود ملاحظات مستقبلية تدحضها وتثبت بعض الخلل بها.